سيد نيمار اللي اتنقل واتحرك بقى هناك عند محمد طارق. محمد طارق تتقطع منه، ضغط عليه إناوي، إناوي هيعمل هجمة مع فخر الدين بن يوسف، إنما العدد قليل، هيستنى لما يجمع زمايله شوية. نقلها كويس قوي يا ولد العيب، خطيرة خطيرة، إناوي مش ممكن، إناوي جول جول جول، إناوي يسجل هدف التقدم. لسه بقول اللعيبة هتجمع نفسها، ولكن إناوي هو اللي يروح ويحل بالابتكار الفردي هدف تقدم النادي المصري مع الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. تعملت الهجمة بين فخر الدين بن يوسف، ورغم العدد الكبير للعيبة نادي الزمالك أكتر من 3-4 لعيبة كانوا موجودين في الحالة الدفاعية اللي فاتت، ولكن خلصها كويس قوي إناوي ويسجل هدف التقدم. كان جاب جون في منتهى الجمال في لقاء إنبي، وادي التحرك اهو من البداية، عملها كويس قوي مع فخر الدين بن يوسف وحطها له الراجل، وراح وسط مدافعي نادي الزمالك يركنها على يمين عواد عشان يحط فرقته في المقدمة 1 للنادي المصري مع آخر دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع. يا ولد يا لعيب يا إناوي، والتحرك مع فخر الدين بن يوسف اللي حط له تمريرة بلسم، حط له تمريرة منتهى الجمال والروعة.